السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد قناة كيما قلت. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن التنين الذهبي بأنه جاء. قبل أن نبدأ زر لايك واشترك إذا ما كنت مشترك وفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. وإذا لو أنت حابب تنضم معنا في مجتمعنا في الديسكورد راح تحصل الرابط تحت في الوصف، كان عليك تضغط على الرابط راح ينقلك المجتمع هناك، وبالتالي تختار نوع الجهاز عشان تقدر تواصل مع بقية الأعضاء. أيضا لو أنت حاب تنضم معنا في الكلان، الكلان موجود على سوني على النسخة الأوروبية، تقدر تتكلم شوي في قسم الدعم الفني قسم التكت وتختار الوقت يناسبك عشان يدخلونك في الكلان. طيب خلونا الحين نشوف وش التنين الذهبي جاي لنا من اغراض. فننزل من هنا ونعطيك هات طبعا في الهب، ونجي هنا ونشوف وش جاي لنا من اغراض جميلة. طيب حاليا عندنا هذا وهذا وهذا، وايضا هذا قابلين للبيع، اما البقية اللي هو هذا غير قابل للبيع، يعني بس بمجرد انك تشتريه حتتعلمه مباشرة. طيب خلونا الحين نشوف اول شيء اسعارهم في السوق، وبعدين بنشوف اشكالهم، هل هو اشكالهم كويسة ولا لا. طبعا ننصح الاشخاص اللي ما اخذوا الليكسيون التنين هذا، طبعا هو كل اسبوعين يجي لك 15 روح، فتاخذ 15 روح هذه وبتستعملها عشان يعني خلينا نقول بعد شهرين تقريبا، شهرين وتصنع التنين كامل، تقريبا شهرين الى شهر ونص حاجة زي كذا وتصنع التنين كامل. اللي ما تعلم استهلات كاملة انصحك اول شيء تتعلم جميع انواع الاستهلات عشان بعدين تعلم الاستهلات هذه اللي هي خلينا نقول بقية اللي ما تطلع الا عن طريق اللي هو الليكسيون. ليش؟ لو انك استعملت هذه الان صرفت عليها 15 دوغون كوين عشان تاخذ هذه، بيصير عندك اشكالية انه يعطيك استهلات عادية. فيفضل انك تاخذ استهلات عادية اول، خلاص تاكلها بعدين تجي تاخذ اللي هو الستايل هذا. اوكي. طيب خلونا الحين نشوف ال، يلا خلونا الحين نشوف الحين المونتات. نحط هنا اول اس اي بي صح وكذا ولا لا؟ نضيعنا اس اي بي. اوكي بي عادية. اوكي انا قلت حسيت ان يعني انا كاتبها صح بس عاد استنكرت يعني اس اي بي. اوكي ايوه هذا حصان البداية. لا وكاتبين عليه اسمه، كاتبين عليه سباسيان كذا. لو سمحت لو سمحت حط هنا all s e p. هذا يشبه حق البداية. اوكي خلينا نشوف. يب كأنه حق البداية بالضبط. طبعا بتشوفون انت من الان انه اسرع معي وكذا، لان انا حاط الخاصية الخامسة حقت المشي السريع حقت المونتات خاصة بالنايت، فهي تسرع المشي. الشيء الثاني هذا ايش عليه رينج، ونشوف شكل الماوت نفسه. هذا وين؟ ولا هنا هذا تنين ولا هذا هو. ما شاء الله شكله تمطر اليوم. هذا زي الجرس اكيد انه يطير. ايوه اكيد انه يطير، عبارة عن جرس كذا مزين مدلع. خلونا نشوف الشيء اللي بعده. طيب عندنا القطوة هذه نكتب تاب، عندنا اول تاب كذا صح؟ لا مو كذا تاب. يب هذا هو. تعال يا حليلة والله كويس صراحة، كويس صراحة يجي منه كويس لا بأس. أكيد طبعا القمز عد لك طيران. لا أكيد أيوة يب قمزه حليلة، ما في أي صوت ما في أي شيء، حتى ما عيون يا عيون صغار أو ما العيون ذا عاد. طيب وش في شيء ثاني بعد عندنا؟ عندنا اللي هو هذا اف ار او. اوكي احنا بنشوف شكله هذا او كذا. احنا تنين تنين هنا كات، لا هنا لا هنا لا لا. يب هذا خاص بايفنت يقول لك. اوه العب هذا، اتوقع انه من نوع اللي ينفع عليه خاصية الجناح ايبك بوز.
لا ما ينفع يخص الجناح، انا كان ودي اطلع عليه حركة الجناح بس يعني ما ضبط. طيب والله حصان فخم صراحة، فخم طلع ثلج ويمشي. خلينا نعطيه زاوية حلوة عشان نشوف من جميع الزوايا كيف. والله فخم صراحة، يعني جاب شيء فخم، بس لك هذا بس تعلمه ما يمديك تتاجر فيه. نشوف الأخير اسمه بيتي أو بيتن، نعطينا نحط أول. خلينا نشوف هيك خاص بإيفنت، يب خاص بإيفنت، والله جايب أشياء كثير خاصة بإيفنت. وجه بس، طبعا أكيد مليون في المية إنه يطير، بس مجرد إنه وجه على شكل كورة وبس. يب يب. طيب الحين احنا شفنا أشكالهم، خلونا نشوف أسعارهم الحين بالسوق كيف. ندخل على المكتب ليس، نحط هنا ماونتات، نحط صح هنا، ندخل على قسم الماونتات، نقول له كذا، ونقول الأوشيد هي بيت ما فيه مش دعوة. يب يا ما حد حطه في السوق يا عاد، ما ادري عاد اللي هو هذا ما حد حط له سعر في السوق الان. خلينا نشوف اللي هو تاب، شوف تاب ما في الا واحد وحطه 550 ألف، يا ساتر والله مو غالي صراحة. ولا رينج خلينا نشوف الرينج هذا كم. ما في الا واحد و340 ألف، والله السعر يعتبر غالي. سباسيان باقي هذا اللي هو الحصان الاخير، ساب ما حد حط منه في السوق صح؟ انا كتبه صح، لا سب معلش حط خطا فني، خطا فني نمسح هذا نحط اي. 330 ألف، والله غاليتها المرة، هالمرة غالية غاليين صدق. يعني الحين هذا ما حد حط منه في السوق، اتوقع لو بدأت تشتري وتبيعه. لكن انا اشوف افضلهم سعران هذا 60 وهذا 60 ممتازين. الثمانين هذا اذا انت تبغاهم كالتجارة ما يصلحون، فافضل انك تاخذ يا هذا يا هذا في التجارة مرة كويسين. يعني تشيل 60 دوج كوين وتبيعه ب 300 ألف، والله مرة نايس السعر، فلا تفوتك من الاشياء الجميلة هذه. طيب هذا جميع، هذا كل شيء عندنا في هذا المقطع الجميل. اتمنى ان المقطع عجبكم، اذا عندكم اي افكار او اي اقتراحات او اي شيء انا ما قد شرحت عنه في اللعبة من قبل اكتبوا لي تحت في التعليقات عشان اقراه وانزل لكم عنه ان شاء الله باذن الله. فيعطيكم العافيه على المتابعه، نشوفكم ان شاء الله في مقطع اخر جميل ان شاء الله. لا تنسونا من اللايك والاشتراك، يعطيكم العافيه، مع السلامه.